مبعوث الخاص موقفه واضح ومستمر ولم يتغير. هناك 4 سلات لابد التعامل معهم، ولكن كما ذكر في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن منذ 2 أسبوع أعتقد، سوف يكون هناك تركيز على السلتين الثانية والثالثة خاصة بالانتخابات وبالدستور. العملية السياسية عملية صعبة ومعقدة لأن الوضع في سوريا معقد، وبنبني استراتيجيتنا على خطوة ثم خطوة ثم خطوة، وأرجو أن الاجتماع القادم أو الجولة القادمة بمشاركة فعالة من الحكومة مع وجود وفد واحد من المعارضة تساهم في دفع العملية إلى الأمام. Thank you.